ليش بليلة العاشر من محرم العالم تحج وتسهر؟ شوفوا بهاي الليلة العاشرة من محرم السيدة زينب شافت الويل. راح أقول لكم بهاي الليلة صار ويا السيدة زينب. بهاي الليلة السيدة زينب ما عندها أخوان، لا عباس ولا حسين. بهذا اليوم انضربوا سيدتي ومولاتي وانضربوا الأطفال والعيال. الروايات تقول بهاي الليلة اسود جسد السيدة زينب بعد فترة قصيرة من مقتل أخيها الحسين. اسود الجسد بسبب الضرب والصياط. بهذه الليلة الأطفال والنساء يتجهون خلف السيدة زينب ويحتمون بها من شدة الخوف والصياط. بهذه الليلة تعلقت الرؤوس على الرماح. ورأس من؟ رأس خير الناس أما وأبا. بهذه الليلة اندقت طبول الأفراح، فهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان. بمن؟ بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. بهذا اليوم صارت مصيبة، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرضين. تقول الروايات ذهب الإمام زين العابدين عليه السلام فشاهد عمته زينب تصلي صلاة الليل جالسة، فقال: يا عمّا هل تصلين وأنت جالسة؟ فقالت السيدة: لا أستطيع الوقوف، فقدمي لا تعينني. وأيضا يقول الإمام زين العابدين: بعد السبي إلى الشام وبين منطقة إلى أخرى كانت عمتي زينب تصلي وهي جالسة من شدة الجوع والعطش وكثر الصياط. تصورون ورا مقتل الإمام الحسين عليه السلام وسبع عياله انتهت قصة الطعام والشراب وانطوا للأطفال والنساء الطعام؟ لا، بقت مأساة الطعام والشراب إلى ما وراء السبي. الأطفال والنساء عطشانين والبعض من الجنود يأكلون ويشربون قدامهم وما يلطون أي شيء سوى رغيف واحد قطعة خبز. وكانت سيدتي ومولاتي زينب تنطي نصيبها للأطفال. بليلة العاشر من محرم وهي ليلة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بقت السيدة زينب سهرانة وحجت هاي الليلة وهي تصلي صلاة الليل وعينها على الأطفال خوفا عليهم. احنا تأسيا بسيدتي ومولاتي زينب عليه السلام نسهر بهذا اليوم ونسوي ثواب. وبالنهاية عندما شاهدت السيدة زينب أخوتها ملقيين على الأرض من دون تغسيل أو تكفين رفعت يداها إلى السماء وقالت: إن كان يرضيك هذا يا رب فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا الفرج.